السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا ما زال التعادل السلبي سيد الموقف بين منتخبنا الوطني الأولمبي بينه وبين منتخب جنوب أفريقيا. طبعا كل التوفيق والأمل إن شاء الله والفوز والصعود لأولمبياد طوكيو. معنا في هذه الفقرة الأستاذ محمد مجدي، مراسل وصحفي بجريدة نادي الزمالك اليوم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين. الله يخليك، طبعا ضيف دائم وأخبار الزمالك وأخبار منتخبنا الأولمبي وأيضا الوطني. والله بص، احنا بنتمنى المنتخب الأولمبي بإذن الله يعني يوصل النهارده لأولمبياد طوكيو إن شاء الله بإذن الله. يعني النتيجة لحد الآن 0-0، الشوط الأول انتهى نتيجة سلبية، وبإذن الله مع بداية الشوط الثاني بإذن الله نقدر نحرز هدف عشان نطمن الجماهير والشعب المصري بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا أداء باهت لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام البدري وتعادل سلبي مع جزر القمر. طيب احنا كنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي، خلينا في الكبير الاول. لا يعني الحلقه اللي فاتت قلت لحضرتك ايه؟ يجب على المنتخب الاول ان يتعلم الجديه والحماس من ايه؟ ولادنا الشباب في المنتخب الاولمبي. تمام. مشكله المنتخب الاول من ايام كوبر هو نفس الاداء، ولكن كان في بعض حماس شويه ايه في النص. احنا مش عايزين نهد ونقطع في لعيبه وفي مدير فني ايا كان مين اللي كان هيجي دلوقتي. لو جوارديولا الاداء زي ما هو مش هيتغير، صدقني الفريق الاول لمنتخب مصر محتاج بناء، اعاده ترميم جديد، بناء وتجديد بالظبط محتاج. طبعا في عناصر جيده في المنتخب الاولمبي طبعا، وطبعا عناصر مبشره بالخير تمام، ولكن توليفه الخبره موجوده ايضا في منتخب الاول. نتكلم بصراحه. اتفضل. محمد صلاح، تريزيجيه، محمد الشناوي، طارق حامد، تمام، الباقي لا يصلح يلعب في منتخب مصر. على امل ان شاء الله باذن الله. طبعا بس باذن الله يعني المنتخب الاولمبي رجاله المنتخب الاولمبي اللي ان شاء الله باذن الله يوصلوا النهارده. يعني بس عايز اوضح حاجه كده، المنتخب الاولمبي لو هزم النهارده هناك برضه كل لقاء على تحديد الثالث والرابع، فهناك فرصه اخرى يعني. تمام، عشان الناس بس ما تخرجش بعيد. باذن الله الرجاله دي هتقدر باذن الله تبص وتبني فريق قوي مع الاربع عناصر اللي قلتهم لحضرتك، وان شاء الله نوصل باذن الله كاس عالم 2022 ان شاء الله كويس. باذن الله منتخب مباشر بالخير فعلا، ومنتخب اداؤه طيب جدا في هذه البطوله. طبعا 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 جهاز محترم ولاعيبه محترمين والقائمين على المنظومه كلها في المنتخب الاولمبي بامانه بيأدوا باداء ممتاز جدا. ولكن بقى ايه، نرجع للمنتخب الاول. انا بس عايز اسال سؤال، على اي اساس بيتم اختيار العناصر؟ تمام، اتفضل يا كابتن. المنضمين لمنتخب مصر. تمام، يعني انا بختار اللاعب الدولي ازاي؟ ايه الاسس والمعايير اللي بختار بيها اللاعب الدولي؟ تمام، احنا شفنا المباريات اللي فاتت كم من لعيبه جدد في مباريات اساسيه. دي انا ما باخدهاش غير ان احنا تمام ما بنحترمش الخصم. تمام، فاهم قصدي؟ كده احنا ما بنحترمش خصم. بس طبعا الجديه والاداء الرجولي مطلوب، ما فيش، طبعا هي معدومه في المنتخب الاول مطلوبه يعني. بس مطلوبه طبعا. ولكن حسام البدري هل قادر على هذه التجربه؟ انا من زمان كنت بقول رجل هذه المرحله هو كابتن حسام بدري بصراحه. شوف انا زملكاوي متعصب. تمام، بس انا بقول لك الصراحه رجل هذه المرحله هو كابتن حسام بدري. لسه هو على فكره يعني لسه الوقت طويل فعلا، لسه بدري كتير قوي. مصر هتصعب ولكن الاداء صدقني احنا محتاجين بناء، فاهمني؟ سيبك من لعبنا الماتش الجاي باذن الله كويس، لعبنا اللي بعده كويس، لا احنا محتاجين بناء، عايزين نبني فريق اول، وده مش هيجي الا من رجاله المنتخب الاولمبي باذن الله. طيب المنتخب الاولمبي طبعا ما زال النتيجه تعادل سلبي بين المنتخبين، وطبعا ان شاء الله منتخبنا قادر على باذن الله ان شاء الله بطاقه باذن الله. الجماهير كلها تروح فرحانه النهارده ان شاء الله. طبعا كوت ديفوار فازت على غانا طبعا وحجزت بطاقه التأهل بضربات ترجيح؟ لا، في طبعا اول بطاقه لاولمبياد طوكيو طبعا كانت من نصيب كوت ديفوار. اتمنى ان شاء الله نلحق النهائي ان شاء الله طبعا باذن الله قادرين على ذلك. شوقي غريب ورجالته طبعا
أدي المهمة. طبعا طبعا كان في معارك قبل كده لشو غريب، ولكن كان قد المسؤولية وطبعا حقق طبعا إنجاز والخامه اللي عالمي. معاه دي معاه بتساعده على كده ان شاء الله. برونزية كأس العالم. بالظبط، والخامه اللي معاه بتساعده على كده، أكيد طبعا. مسهله له كل الطرق بصراحه. كابتن محمد، أخبار نادينا نادي الزمالك؟ نخش على نادي الزمالك. ماشي، بص يا باشا، اتفضل. اولا حول ما يقال عن عروض لنجم المنتخب الاولمبي ونجم نادي الزمالك مصطفى محمد. نفى المشرف العام على الكره بنادي الزمالك امير مرتضى منصور عن وصول اي عروض الى نادي الزمالك تخص اللاعب. تمام. وقال ايضا بان تالق مصطفى محمد مع المنتخب يسعد نادي الزمالك كانه واحد من ابنائه. تمام. وبيقول من غير المعقول ان نستغنى عن لاعب تم قدومه 6 شهور فقط من بعد 2 عامين اعاره. تمام. فلسه اصلا مصطفى محمد ما خدش وقته مع نادي الزمالك، والزمالك يعني ده كلام، الزمالك ينتظر باذن الله اولمبياد طوكيو حتى يتم تسويق اللاعب بصوره جيده ان شاء الله بمبلغ يليق بنادي الزمالك ثم اللاعب. تمام. لا لا، الولد فعلا لاعب جيد جدا. انا شايفه طبعا ان هو مستقبل نادي الزمالك ومستقبل مصر كلها، فاهمني؟ عنده الحس في مركز راس التهديفي الحربه جيد جدا. ما في يعني في يعني عنده حس، بسم الله ما شاء الله، ممتاز جدا وحماس وجديه لا لا ورجوله في لاعب الاداء بصراحه. قتالي، تمام. لاعب قتالي في بالاخص في هذا المركز. طبعا. تمام، ما زلنا في اخبار نادي الزمالك. ابدا طبعا مستر ميتشو اعجابه من المستوى الذي يقدمه محمد عنتر جناح الفريق، على ان ان شاء الله يعني وعده باذن الله انه ياخد فرصه في المباراه القادمه. تمام. تمام. مستر ميتشو برضو اجل تقريره الى الاداره بشان اللاعبين الراحلين خلال الميركاتو الشتوي بسبب عدم حصول بعض اللاعبين على فرصتهم حتى الان. تمام. تمام. الى نهايه شهر ديسمبر، يعني فضل نستنى شهر ديسمبر وينتظر الرد في شهر، يعني في شهر ديسمبر الاداره تنتظر شهر ديسمبر حتى يديهم ايه فرصتهم الاخيره. تمام. لعدم حصول بعض اللاعبين على فرصتهم حتى الان نهايه شهر ديسمبر المقبل، وهو شايف ان من العدل الصبر عليهم يعني. تمام. تمام. وكان قد طلب مستر ميتشو من الجهاز المعاون له تقديم تقرير شامل له عن مشاركه اللاعبين الدوليين نسب في المباريات القادمه. تمام. والمختلفه خلال الايام القادمه للوقوف على مستواهم البدني والفني. تمام. تمام. طبعا هو هيعمل وضع لكل لاعب برنامج خاص ليه، فاهمني؟ بعد عودته ان شاء الله من عوده المنتخبات، وهي ان شاء الله يعني هتكون باذن الله على يوم الاحد القادم ان شاء الله لو المنتخب وصل يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تمام. بدا مستر ميتشو في تنفيذ المراحل الاخيره من برنامج اعداد الفريق والوقوف على شكل وهيكله نادي الزمالك خلال فتره قادمه. تمام. فاهمني؟ ويركز مشروع اكبر على مصطفى فتحي. كل تمرينه بعدد هذا اللاعب طبعا له مستقبل طيب افاده المنتخب مصر الاول ثم نادي الزمالك. تمام. هو كل تمرينه بيقعد مع مصطفى فتحي كده جلسه بعد التمرينه 5 دقائق بيتكلم معاه، هو خلاص هو اعجب بيه وتركيزه الشامل دلوقتي على هذا المركز. قال لك كان عندي منه الزمالك قبل كده يعني، فاهمني؟ الزمالك ما عندوش الا شيكابالا ومصطفى دلوقتي ومحمد ونجم احيانا بيلعب. طب في اصابات في الفريق؟ لا يوجد اصابه غير شكوى من خالد بوطيب حتى الان. تمام. وده برضو يعني خلى اداره الزمالك تبدا في تسويق اللاعب من الان. تمام. تمام. طب في مباراه وديه قادمه لنادي الزمالك؟ دلوقتي والله هم عايزين في مباراه قادمه هتبقى 5، هم لعبوا مباراه امس امام جولدي. تمام. امام كان امام حرس الحدود. فازوا 3-2. تمام. طبعا في مباراه وديه ما بين الزمالك ونادي ميت نصر طبعا تحت دراسه هذه المباراه. انا كنت كلمت فيها الكابتن اسماعيل يوسف. تمام. وان شاء الله في اقرب فرصه يتم تحديد ميعادها باذن الله. ما بين الزمالك ونادي ميت نصر. ونادي مدينه نصر. تمام. باذن الله. طبعا الزمالك استبعد اكيد امام عاشور افريقيا خالص نهائيا، لان ما فيش الا مقعد واحد. تمام. ميتشو دلوقتي عايز ديفندر. تمام. مش هينفع دلوقتي أأيد حد تحت السن زي إمام عاشور لسه خبراته طويلة، لسه ما خدش خبرات إفريقية، هو عايز لاعب جاهز. طيب ضرب جزاء لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله بإذن الله. حالا دلوقتي ضرب جزاء لمنتخب مصر، وإن شاء الله بإذن الله تكون هدف أول لمنتخبنا الأولمبي. تمام. اتفضل كابتن. بس هو بس الكيد إن شاء الله بإذن الله هيبقى مع الديفندر أو عودة كاسونجو. تمام. لان احنا الزمالك يعاني دلوقتي من مركزين راس الحربه والديفندر. تمام. وربما زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه عمر جابر. تمام. المفضله دلوقتي ما بين عمر جابر ونبيل عماد دونجا لاعبي بيراميدز. تمام. تمام. طبعا
رمضان صبحي على تنفيذ ركلة الجزاء. لسه بتلعب؟ اه رمضان صبحي بس ان شاء الله هتخش، طمنا. طيب ان شاء الله هتخش باذن الله، طيب ويبقى هدف اول لمنتخبنا الاولمبي جول على التنفيذ. تنفيذ. اتفضل. انا الصراحه صبي اتمنى يعني يكون يخش. تمام. طبعا قرر مجلس الاداره اعاده كابتن علي خليل الحاول القديم، تمام، على ان يعود بعد 30 سنه غياب، تمام، لمسك مدير المدرسه الاساسيه للبراعم في النادي. تمام. طبعا في اطار خطه النادي وهي الاستعانه بابناء النادي المحبين هدف اول لهذا لمنتخب. الحمد لله. الحمد لله. رمضان صبحي هدف مش عادة اول الصراحه، يعني انا قاعد مستني النتيجه دي. كلنا مستنيين النتيجه طبعا، ولكن وقت البرنامج المحدد اللي انت قلت طبعا، لك. ولكن الحمد لله من ضرب الجزاء الحمد المنتخب لله. الاولمبي يتقدم على جنوب افريقيا بهدف من ضرب الجزاء للاعبه رمضان صبحي. بالظبط. تمام. اتفضل. طيب نفى مجلس الإدارة وجود عروض احترافية لمحمود علاء. تمام. وأنا برضو قلت لحضرتك قبل كده إن سياسة مجلس الإدارة عدم المساس بالعناصر الأساسية بالفريق. والعناصر الأساسية معروفة طبعا. تمام. تمام. تلقى برضك أيضا محمد عنتر عرضا من وادي دجلة لضمه على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي. ولن يحسم مسيره حتى الآن، اللاعب يفضل البقاء في نادي الزمالك. تمام. بقرار من الإدارة المهندس هاني زاده يسبق بعثة الزمالك يوم 21. تمام. على ان يتم بقى ايه قبل مواجهه مازيمبي، يتم هناك إيه الاستعدادات لهذا اللقاء الاداريه الاستعداد طبعا لاستقبال الفريق طبعا. بالظبط. التوفيق طبعا لنادي الزمالك. الزمالك برضك يفضل مشاركه كاسونجو منفردا بالتدريبات ووضع برنامج خاص ليه لعدم طبعا قدرته على المشاركه مع الزمالك في الفتره القادمه. تمام. جنش سافر امس الى اسبانيا، تمام، لخوض المرحله الاخيره من عمليات التاهيل. تمام. على ان يعود للتدريبات الجماعيه الشهر تدريجيا المقبل ان شاء الله الشهر المقبل. تمام. رفض المستشار مرتضى منصور تعديل عقد مصطفى محمد، حيث انه تم تعديل العقد ده من حوالي 3 اسابيع. مش تعديل قبل كده تقريبا؟ كان بياخد 600,000 جنيه، تم تعديله ل 2 مليون جنيه. وهو شايف ان من 600 ل 2 مليون؟ تمام. وفقا لما يقدمه نادي الزمالك يعني، هو ما فيش ظلم في الحته دي الصراحه في نادي الزمالك. لا 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 يستاهل بتأدي بتاخد. صح. تمام. هو كان في بعض الكلام ان عايز يعدي العقد، هو اللاعب ما اتكلمش في اي حاجه الصراحه. فاهمني؟ ولكن هو لسه تم التعديل ما فيش فتره قليله. فكان لابد ايه الانتظار شويه حتى ايه يقدم، وبعدين تقديمه مستوى مع المنتخب الاولمبي ده واجب عليه. تمام. يسعى مسؤول زي ما قلت لحضرتك مسؤول الزمالك تسويق خالد بوطيب خلال المرحله القادمه لعمل عدم قناعه مستر ميتشو بيه وكثره اصاباته. تمام. تمام. طيب معانا خبر كده سريعا برضه. اوعى تقول لي تعادل. لا لا لا. طبعا لاعب احد انديه القسم الرابع في الاسكندريه ينتقل لصفوف نادي سموحه. طبعا علشان بنقول القسم الرابع ليه اهتمام واللعيبه بتبدا من تحت، والتوفيق طبعا في يد الله. لاعب مواليد 96 يعجب به حسام حسن المدير الفني لنادي سموحه. اللاعب اسمه صلاح زويل، بيلعب في فرقه شعبيه صغيره اسمها دهميت. اللاعب بيلعب في فرقه صغيره اسمها دهميت. تمام. وطبعا اللاعب في مباراه وديه مع نادي سموحه اللاعب احرز هدفين، وطبعا اعجب به المدير الفني كابتن حسام حسن لنادي سموحه، وتم اجراءات التعاقد باربع مواسم. الجديه والاصرار والعزيمه اللي انا في درجه رابعه ابقى في الممتاز، دي طبعا ما هي الا عايزه اصرار وعزيمه، وطبعا توفيق من عند الله وربنا وفقه. هذا اللاعب اسمه صلاح زويل بمبلغ زهيد جدا 35,000 جنيه، ولكن اللاعب ينضم لصفوف نادي سموحة لأربعة مواسم. طبعا دي حاجة كويسة جدا لأحد لاعبي القسم الرابع. طبعا بنقوله على الهواء القسم الرابع طبعا مفيش حاجة اسمها اللي انت بتقضيها اللي انت لاعب، لا ابدأ هدفك. تمام. اللي انت عايز توصل هتوصل، بس اكون حاطط هدف اللي انا اوصل له وهتوصل باذن الله. وطبعا بنبارك هذا اللاعب صلاح زويل انضمامه لنادي سموحه الفريق الاول،
والحمد لله تم التعاقد 4 مواسم متتالية. اتفضل يا كابتن. الزمالك طبعا كان حصل على 10 مليون جنيه من الشركة الراعية نظير مستحقات متأخرة، وبدأ الزمالك يشوف ايه المستحقات المتأخرة اللي دلع بيه يسددها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. تمام. طب نفي تام من إدارة الزمالك في الدخول في مفاوضات مع مروان حمدي مهاجم وادي دجلة والمنتخب الحديث، يعني تمام، يعني هذا الخبر عاري من الصحة خالص. تمام، مفيش مفاوضات خالص مع مهاجمين خالص غير الانتظار عودة كاسونجو. تمام تمام، هناك لاعب كاميروني برضو زي ما بقول لحضرتك بيتم التفاوض معاه الآن وهو بيلعب في الدوري السعودي. تمام، دي كل أخبار نادي الزمالك. طيب قبل ما نكمل أخبار نادي الزمالك معنا الكابتن محمد فوزي المدير الفني السابق لنادي الرجاء ونادي حرس الحدود. كابتن محمد فوزي أخبارك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله. الحمد لله كابتن أحمد. الحمد لله كابتن محمد، أخبارك إيه؟ والله الحمد لله، أهلا بيك. الحمد لله. بتشرف ضيوفي. الله يخليك كابتن محمد، طبعا بنبارك لك على تعيينك مديرا فنيا لنادي الحريه بمطروح احد انديه القسم الثالث. الله يبارك فيك كابتن. ايه هو تطلعاتك بقى في الفتره القادمه؟ تطلعاتك في الفتره القادمه كابتن. والله والله يا كابتن كده في حاجه سريعه كده. اتفضل. انا الاسبوع ده من 3 4 ايام تقريبا جاني عرض من احد المسؤولين في الممتاز ده. تمام. وجاني عرض من احد المسؤولين في القسم الثاني. تمام يا كابتن. بس لظروف خاصه انا اعتذرت لهم. قرب المسافه مثلا؟ اللي هو بتاع نادي الحريه برئاسه الحاج ابراهيم ابو سندوق. تمام. لما يملكه النادي من استقرار مادي وإداري. تمام يا كابتن. وطبعا يمتلك لعيبه كويسه جدا، لعيبه اكثرها لعبه الممتاز ده. وبعدين كمان في محبين وجمهور كبير لنادي الحريه. تمام يا كابتن محمد. طبعا في الفتره المقبله طبعا رؤيتك الفنيه لهذا الفريق. فريق الحريه اسم كبير، كان بيلعب في الممتاز ده وهو طموحه كبير، طبعا عايز يرجع تاني للممتاز ده. ودي يعني دي هتساعدني ان احنا نبقى في المنافسه ان شاء الله، وان احنا ربنا يكتب لنا الصعود ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد، شكرا جزيلا كابتن محمد فوزي المدير الفني لنادي الحريه بمطروح. معنا طبعا الاستاذ محمد، نكمل اخر اخبار نادي الزمالك. والله قبل ما نخش في الانديه الاخرى عايز بس اتكلم في حاجه معينه. تمام، وهي تم نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي للمستشار مرتضى منصور. تمام. وإذا بس في عايز أوضحه للسادة المشاهدين، عار تماما من الصحة، ليس له وجود أساسا. تمام. معروف مين مرتضى منصور، معروف أخلاقه. تمام. معروف حسه الوطني. تمام. وبرضه رسالة بعد إذن حضرتك لل والكلام ده على مسؤوليتي. تمام. تمام. للأخت اللي هي بتقول إن هي فنانة يعني. تمام. تدعى سما المصري. تمام، نزلت بعض فيديو برضك اساء للمستشار مرتضى منصور. انا بقول لها ان اصل انا كنت حاضر. طب ما هي اتخذت كافه الاجراءات القانونيه بقى الشق القانوني. هي عارفه هيحصل معاها ايه. اه تمام، بس انا بتكلم عشان بس هي كانت معاها مشكله قبل كده مع المستشار مرتضى منصور. تمام، وانا كنت حاضر في المكتب. تمام، اللي عايز اقوله ان انت جيتي بعدت الدنيا كلها. طيب تترجى عشان مرتضى منصور يسامحك. طيب طيب كابتن محمد، بالنسبه للالعاب الاخرى يعني غير لعبه كره القدم، الزمالك متصدر الدوري في الهاندبول. الهاندبول ماشي بشكل طيب جدا في الباسكت، يعني ماسك اليد متصدر الدوري. الدوري. تمام تمام، وفاضل 6 مواجهات في الدوري. تمام، 6 مواجهات. 6 مواجهات فقط. في الباسكت ماشي بصوره طيبه جدا. تمام تمام، في الطائره نفس الكلام بصوره طيبه. طب كويس، بيتم التعاقد مع لعيبه امريكيين في جميع الالعاب. في لاعب تقريبا امريكي تم التعاقد معه في كره السله تقريبا في السله. لسه جاي. تمام تمام، دي برضه حاجه كويسه برضه يعني لنادي الزمالك. يعني يا باشا مجلس الاداره ما بيبخلش على نادي الزمالك حاجه في جميع اللعبات، مش شرط مش شرط لا 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 لا. هو هدفه اصل نادي الزمالك ده اسمه نادي الزمالك للالعاب الرياضيه مش لكره القدم بس. تمام تمام، فهو نادي بس طبعا هي الاهم وهي العنوان وهي كل شيء، هي الشعبيه الاولى. طبعا. تمام. طبعا. بس مجلس الاداره هو في الاخر هيحاسب على جميع الالعاب. تمام، يعني مش معنى ان حضرتك بتاع في كره القدم اهتم بيك، حضرتك بتاع في كره اليد ما ينفعش اهتم بيك. تمام، هو ماشي بالعدل صراحه. طيب
في اخبار اخرى لنادي الزمالك؟ لا نادي الزمالك لا، في بقى الانديه الاخرى. طب ماشي سريعا. طيب بشكل نهائي كده، استقر الكابتن ايهاب جلال الاخبار المصري على قيد الثلاثي بهاء مجدي وعماد فتحي ومفتاح طقطق في قائمه الفريق الافريقيه، تمام؟ وايضا ترك مكانين في القائمه تمهيدا للاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في الميركاتو الشوط المقبل، تمام؟ في نفس السياق رفض الكابتن ايهاب جلال اكيد محمد زكريا وشيكا ومحمد جابر وايمن مصطفى لعدم قناعه ده الاسماعيلي ده المصري المصري ايهاب جلال الكابتن ايهاب جلال الكابتن ايهاب جلال تمام. ينوي مجلس اداره النادي تعديل وتمديد عقد كريم العراقي نجم المنتخب الاولمبي وذلك بعد المستوى المميز. بس الكابتن ايهاب برضه عامل توليفه جديده في المصر البورسعيدي. اول ما مشي الكابتن حسام حسن كابتن ايهاب جلال انا قلت لا يصلح للنادي المصري غير ايهاب جلال. ايهاب جلال طبعا مدرب جيد جدا محترم جدا. طيب بالاتحاد طيب عشان بس دي جزئيه مهمه قوي، هناك تصميم للنادي على الحافله الجديده تمام عشان بنبارك للنادي المصري وجمهوره بقدوم المئويه العام المقبل 1900 من برضه بنبارك طبعا ونضم صوت الاستاذ محمد بنبارك المئويه لنادي المصري البورسعيدي. حافله جديده للفريق حافله جديده بتحط عليها اللوجو الجديد بتاع المئويه بتاع المئويه. طب نادي الزمالك طبعا نادي المصري كان تاسس عام 1920 1920 للمصري العام المقبل باذن الله يكون ال 100 عام تمام. هو النادي الابرز في بورسعيد تمام. اسماعيلي الاسماعيلي ماشي اخبار الاسماعيلي ما زال الفريق واصل استعداداته المكثفه لخوض اياب دور ال 16 بالبطوله العربيه امام الجزيره الاماراتيه 26 الشهر الجاري تمام. ستغادر بعثه الفريق السبت المقبل تحضيرا لهذا اللقاء المرتقب. طبعا هيفقد الفريق مجهودات محمد الشامي خلال هذا اللقاء لحصوله على انذارين تمام. يدرس مدرج المدير الفني للفريق قائمه الراحلين عن النادي في الميركاتو الشتوي خلال هذه الايام يعني، وعلى راسهم تمام خليل نيمار وكاماتشو تمام. وبالمناسبه دول ناشئي نادي الزمالك. طب كويس والله يعني دول ناشئين نادي الزمالك وبالعكس الاسماعيلي بس تمام. هيتم طبعا ايه تسويقهم قريب يعني. كان هناك تصريح لعبد الرحمن مجدي نجم المنتخب الاولمبي. طيب ماشي معانا مداخله هاتفيه الكابتن رمضان عرفه المدير الفني لنادي المصري بمطروح. كابتن رمضان حبيبي يا كابتن احمد الله يخليك اخبارك يا كوتش حبيبي كابتن احمد حبيبي الحمد لله الحمد لله كابتن رمضان طبعا بنبارك لك الفوز الغالي على نادي برج العرب اول امس في اطار مباراه احد اطار مباراه القسم الثالث. حبيبي الله يبارك فيك يا كابتن احمد. قول لي كده احوال واخبار الفريق سريعا كابتن رمضان. الحمد لله احنا لعبنا ثلاث مباريات فزنا في اثنين وتعادلنا في مباراه ونتصدر المجموعه مع نادي الجزيره والحمد لله ماشيين بخطه ثابته. سبع نقاط لكل فريق. سبع نقاط لكل فريق. تمام. وماشيين بخطة الحمد لله لحد ما كويسة. الحمد لله. المباراة القادمة كابتن رمضان. المباراة القادمة عندنا حرية في ملعبنا يوم السبت إن شاء الله ربنا يكرمنا وربنا يوفقنا وثلاثة بونت إن شاء الله يحطونا في المقدمة. لسه كان معانا مكالمة هاتفية الكابتن محمد فوزي اللي تم تعيينه لنادي الحرية طبعا ويخوض أول مباراة أمام المصري المطروحي. إن شاء الله الكابتن محمد فوزي شخص محترمة وكبرى وان شاء الله المباراه في مدينه الاسكندريه ولا في مطروح كابتن رمضان؟ لا في جامعه في اسكندريه ان شاء الله. في اسكندريه. طيب في اصابات او اي حاجه او ايقافات للاعبي النادي المصري؟ كل اللعيبه الموجوده ما فيش ايقافات عندنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كل اللعيبه جاهزه للمباراه الحمد لله. يعني طبعا مجلس الاداره هل متعاون مع الجهاز الفني؟ طبعا مجلس الاداره بيدعم كل ما يملك ومن بعد برج العرب ماتش منتخب برج العرب تمام موجودين معانا في التمرين والنهارده كانوا في التمرين وتعامل اللعيبه وتعامل اصدار اللعيبه وان شاء الله الصعود ان شاء الله بنحاول ان الصعود يكون نصيب المصري السلوم الثلاث ان شاء الله. كابتن رمضان عرفه شكرا جزيلا كابتن رمضان عرفه مدير الفني لنادي المصري بمطروح. كابتن محمد في اخر اخبار الانديه الاخرى بيراميدز طبعا الفريق يوصل استعداداته بقوه من خلال معسكره الخارجي بالمغرب استعدادا لاستئناف مسابقه الدوري العام تمام. دي صابر دلوقتي يقوم برفع معدلات الحمل البدني للاعبين وايضا رفع الكفاءه الفنيه بالتدريبات على بعض الجمل التكتيكيه اثناء المران تمام. قام لاعبو الفريق والجهاز الفني بجوله ترفيهيه اثناء وجودهم هناك في المغرب
لتهدئه الاعصاب وزياده الانسجام بين اللاعبين. تمام، يعني بيراميدز عامل معسكر طبعًا في مراكش في المغرب. طبعا كانت هناك اصابه لعبد الله السعيد، كدمه في الركبه قويه هيغيب على اثرها شهر كامل. يعني اتمنى له الشفاء العاجل. يعني الاصابه تمنعه عن خوض المباريات شهر كامل. تمام. طبعا مباراة بيراميدز الذي يستعد لها في الدوري الممتاز امام اسوان في 27 من الشهر الجاري. تمام. اسكندريه وحبايبنا. طيب. كان وافق مجلس اداره الاتحاد على طلب نظيره المحرك البحريني بتقديم موعد المباراه بإياب دور 16 بالبطوله العربيه، ووافق مجلس اداره الاتحاد السكندري في البهار. تمام. على ان تقام يوم 24 من الشهر الحالي وليس 26. تمام. سيغادر الفريق مبكرا متجها الى مملكه البحرين يوم 21 نوفمبر الجاري ليقيم معسكرا حتى موعد اللقاء المرتقب، ومن ثم العوده الى الاسكندريه. وفي اليوم التالي استعدادا لموجة الاسماعيلي في الدوري العام. يعني هيخلص المحرك البحريني وسيواجه الاسماعيلي. تمام. 30 من نفس الشهر. 30 نوفمبر. تمام. والفريق دلوقتي بيتواجد في السعوديه لاداء مباراه مع الوحده السعوديه. تمام. ومن السعوديه سيطير ان شاء الله على مملكه البحرين. تمام. في حاجه تانية في الانديه الاخرى؟ في الانديه الاخرى لا بقى، عايز اتكلم بس في طيب الزمالك. بالنسبه للزمالك وانا بقى عايز اتكلم في الجزئيه دي، الجهاز الفني لنادي الزمالك ماشي بصوره طيبه جدا في التدريبات. انا بتفرج على التدريبات بنعيد بجد ان شاء الله، وحاسبني على كلامي. يعني الاخطاء اللي كانت الفترة اللي موجوده لو ما شفتش تغيير شامل في اداء نادي الزمالك بتعالى حاسبني انا. تمام. يعني تمام. ان شاء الله في تغير جذري بالنسبه للاداء. امير مرتضى منصور بيوفر كل حاجه. المستشار مرتضى منصور بفرمان منه بيوفر اي شيء يطلب من خلال الفريق. انا بس عايز اوصل حاجه. الكابتن اسماعيل يوسف ماله؟ اللي هو طبعا مدير الكره. الكابتن اسماعيل يوسف مشرف، يعني يعتبر بعد الاستاذ امير. يعني لكن هو المشرف، مشرف العام مجلس الاداره. تمام. هو المشرف المعين استاذ امير يعني. تمام. لكن الكابتن اسماعيل مشرف يعني حلقه وصل ما بين بالظبط اقرب حد بيلجا له امير مرتضى اسماعيل يوسف. تمام. لان هو حلقه الوصل ما بين الجهاز الفني واللاعبين. بالظبط كده. تمام. بس الجزئيه اللي اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا عايز اتكلم فيها، معروف مين مرتضى منصور على تمام الجانب الرياضي، معروف مرتضى منصور مين على الشق السياسي، فمش هتيجي تمام على اخر الوقت ممثله تسيء لمرتضى منصور. طيب هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن نبيل سلطان مدير اكاديميه المقاولون العرب محافظه البحيره، واللاعب ممدوح حسن الكومي لاعب نادي المصري بمطروح. ورجعنا لكم تاني مرة أخرى. طبعا انضم إلينا في الاستوديو معي ضيوفي الكرام الكابتن نبيل سلطان مدير أكاديمية نادي المقاولون العرب الرسمية بمحافظة البحيرة. أهلا وسهلا كابتن. أنا كابتن أحمد. مبروك، منورنا كابتن. الحمد لله ربنا يخليك. أهلا البحيرة منورنا. تسلم كابتن أحمد. طبعا ومعنا اللاعب الجميل، اللاعب الجيد، لاعب نادي المصري بمطروح، اللاعب ممدوح حسن الكومي. اهلا ممدوح. الحمد لله. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. كابتن نبيل، سريعا قل لي اخبار الاكاديميه واللعيبه اللي تم تسويقها من خلال هذه الاكاديميه واول اكاديميه في محافظه البحيره لهذا النادي العريق نادي المقاولون العرب. والله احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اكاديميه ماشيه بخطوه حلوه جدا والحمد لله التسويق شغال. اخر حاجه وديناها الاتحاد وديت لاعب اسمه محمد عصام الفيجي. تمام. 2007 وودينا الكابتن علاء. طبعا علاء نبيل ده يا علاء اللاعب الجديد ده، يعني دول اللي انضموا خلاص الاتحاد. الاتحاد الحمد لله. واحد 2007 وواحد 2010. تمام. طيب في تطور؟ الحمد لله في تطور. يمكن بدايه المدارس بس هي بتاثر شويه معانا. اكيد طبعا لها تاثير في جميع. بس الحمد لله احنا يعني العدد معانا بسم الله ما شاء الله، يعني معانا بتاع 60 لاعب حلوين
بسم الله ما شاء الله اسبوع عن اسبوع بيفرق معانا يعني. الحمد لله. قول لي كده ممدوح، انت مويد كام الاول؟ 2004 يا كابتن. 2004 لعبت في مكان قبل كده؟ ايوه كان اول مره لعبت يعني لعبت في العاب دمنهور. لعبت في الالعاب تمام، وبعدين انضميت لاكاديميه الكابتن اذن مقاولين. والله وشفت معاه تطورات جامده والله يا كابتن. وكابتن مين اللي كان بيمرنك بقى؟ كابتن خميس الشيخه ديت والله يا كابتن، هو ده الفضل بعت ربنا عليه. الفضل بعت ربنا والله. تمام. والكابتن برضه نبيل تمام، هو اللي قال لي يا ابني كمل، وقعدت معاهم من شهر واحد وكملت، وفي الاخر هو الفضل ليه. يلا الفضل طبعا لربنا ويرجع للكابتن نبيل والكابتن خميس الشيخه. كابتن خميس الشيخه تمام. قول لي بقى كده مركزك ايه في الملعب؟ انا بلعب هاف ليفت. هاف ليفت تمام، يعني لعب كويس لعب جيد، الكل بيشكر فيك بشهاده طبعا مدربين كبار الكابتن ايمن سعيد والكابتن سعيد الشيشيني لما زار الاكاديميه يعني. أيوة. دي حاجه برده كويس. كابتن في سلبيات او معوقات تعوق مسيره هذه الاكاديميه؟ والله وفي عقوبات بتجاملنا بس الحمد لله انا بنتخطاها تمام، بنعدي كل حاجه وبندوس والحمد لله ماشي يعني الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. لا بسم الله ما شاء الله. ولكن من الله. ايجابيات الاكاديميه طبعا تسويق اكثر من اللعب من نادي الاتحاد السكندري من نادي يعني. المصنع الحربي والمقاولين ونادي الثلاثه لعيب والثلاثه رسمي من عندي يعني الثلاثه انضموا لفرق وبيلعبوا هناك دوره حاليا ناشئين. بسم الله ما شاء الله. دي ميزه برده كويسه الحمد لله. الحمد لله كابتن نبيل مجهود واضح بالنسبه لشغلك في الاكاديميه. هي تعب شويه بس الحمد لله الواحد مستحمل. ليه انا معايا تعب في الاول انا معايا بصراحه الناس المدربين كلهم مشجعاني يعني معايا كابتن خميس مدير فني بسم الله ما شاء الله يعني تمام مدرب جيد. لا بسم الله ما شاء الله. والكابتن كاريكا والكابتن يونس لا مدربين جيدين والكابتن محمد يعني صلاح راس مرمى كان لاعب مقاولين سابقا. الكابتن محمد الناس كويسه فعلا. قول لي كده ممدوح بالنسبه لتطلعاتك في الفجر في الفقره في الفتره المقبله بقى ان شاء الله باذن الله، عايز بقى تبقى زي مين كده وانت بتحب لعب مين كده؟ انا بحب انا يكون المثل يعني ليا الحمد لله انا محمد صلاح تمام، هو ابن مصر الاول. ابن مصر الاول تمام دي اهم حاجه. ايوه ابن مصر. انا بحب محمد صلاح جدا والله تمام ومحترم، لكن يعني انا اشتغل على نفسي جل. زي ما اخذ السلم اخذ السلم من اوله انا برضه اخذه من اوله وانا اشتغل على نفسي والحمد لله وباذن ربنا انا الحمد لله كده وربنا وفقني ان شاء الله هنوصل اللي انا عاوزه الحمد لله. طيب نعرض الصور اللي موجوده بقى عشان نتكلم. طيب طبعا ده مواليد 2001 بنادي المصنع الحربي بقياده الكابتن احمد صهوان المدير الفني لهذا الفريق، وطبعا من بدايه صراحه هذا المدرب من بدايه تمسكه اول ما مسك الفريق فاز في 5 مباريات متتاليات، يعني دي حاجه كويسه جدا تحسب لهذا المدرب الجيد فريق ال 2001 بنادي المصنع الحربي. طبعا ده فريق ال 2001 ده كان على ملعب المصنع الحربي مباراه وانتهت بفوز كبير على نادي السواحل ب5 أهداف مقابل لا شيء، وطبعا فاز في 5 مباريات متتاليات الكابتن احمد صهوان المدير الفني لفريق ال 2001 بنادي المصنع الحربي. شوف صورة تانية. في صورة تانية. طبعا كابتن نبيل المصنع الحربي عامل لا بسم الله ما شاء الله ماشي. الكابتن عبد الكريم حجازي طبعا مدرب واعد ومدرب صاعد طبعا، وان شاء الله نشوفه من اللاعبين عنده طموح جيد. كابتن عبد الكريم ده المدرب العام لفريق ال 2001 وعمل توليفة حب وتعاون بين اللاعبين في الفترة القليلة الماضية. كابتن احمد صهوان طبعا نجم نادي دمنهور ومدرب العاب دمنهور السابق، وطبعا مسك نادي المصنع الحربي 2001 والحمد لله رب العالمين 5 مباريات من بدايه ما مسك الفريق، وطبعا مجهود جيد من هذا المدرب الجيد. ده نادي مدينه نصر فريق ال 2003 الفائز طبعا في مباراته على نادي المجموعات العلمية ب4 أهداف وتصدر أو يقفز للمركز الثاني خلف المتصدر بنقطتين. طبعا ما ننسوش الكابتن إسلام إبراهيم الكابتن إسلام إبراهيم المدير الفني لنادي مصفوت الإماراتي
بعد ما حقق فوز غالي على نادي اهل دبي بخمسه اهداف مقابل اربع اهداف. وطبعا الكابتن اسلام ابراهيم نجلة، الكابتن الكبير الراحل الكابتن ميمي ستي عليه رحمه الله، والراجل طبعا عامل شغل جيد في الامارات، وطبعا الحمد لله بدا مبارياته بفوز كبير على نادي اهل دبي. كل التحيه للمدربين الصاعدين الواعدين اللي هم بيشرفوا مصر خارجها، وان شاء الله باذن الله مستقبل طيب لهذا المدرب الكف الكابتن اسلام ابراهيم. طيب خلينا على الصوره دي نجيبه بس اللي معانا مكالمه هاتفيه، الكابتن سعيد الشيشين نجم منتخب مصر ونادي المقاولون العرب ومدير الاكاديميات بنادي المقاولون العرب. اهلا وسهلا كابتن سعيد. الله يخليك كابتن سعيد. معانا الكابتن رضا سلطان. نبيل حبيبك. نبيل كابتن نبيل, نبيل سلطان معاك. الله يخليك كابتن سعيد. اخبار الاكاديميات اللي هي الخارجيه اللي هي بتقام في محافظات اخرى مثل الشرقيه والبحيره والاسكندريه، اخبار هذه الاكاديميات التي تفرز اللاعبين الجيدين لفرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب. هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. مش عشان الكابتن نبيل موجود، لا الكابتن نبيل موجود في منظومه اكاديميه نادي المقاولين العرب. تمام. بصراحه انا بشوف رحت الاكاديميه دي اكثر من مره، لقيت فيهم لعيبه مميزين ينفعوا للفريق الاول ان شاء الله وبعون الله. يعني في اكثر من، احنا عندنا حوالي 20 اكاديميه. تمام. منهم اكاديميه دمنهور. اكاديميه دمنهور احنا كنا زمان بندور على اللعيبه في الاقاليم، احنا دلوقتي بنروح للعيبه عندهم هناك، فبنوفر لهم بقى الجهد وبنوفر لهم المجهود وبنوفر لهم التكاليف وحاجات. تمام. كده فبنشوفهم على الطبيعه. فانا بقول ان من ضمن الاكاديميات اللي كويسه وحاطين يعني عينينا عليها اكاديميه الشرقيه واكاديميه دمنهور وكابتن نبيل. طبعا هؤلاء الاكاديميات بتفرز لاعبين جيدين طبعا لنادي المقاولون العرب. طبعا الاستفاده القصوى لنادي المقاولون العرب في هؤلاء اللاعبين كابتن بالنسبه للاكاديميات، هل لها مثلا حق رعايه اذا ولد مثلا ترعرع في الفريق الاول وتم قبوله؟ طبعا مفيش شك، احنا يعني احنا شغالين على الاكاديميات دي عشان ندور على الموهوبين. تمام. يعني رمضان محمد صلاح والنني دول كانوا لعيبه عندي. تمام يا كابتن سعيد. واحد من طنطا وواحد من بسيون، يعني واحد من المحله وواحد من بسيون اللي هي في طنطا. فيعني اللعيبه دي يعني موهوبه، فهي اللعيبه دلوقتي لما توصل لنادي المقاولين العرب فده هو ده المكسب. اكيد يا كابتن صح. وبالتالي بيبقى اللعيب اتربى كويس، اللعيب بيحظى بالرعايه والعنايه الممتازه في نادي المقاولين العرب. ولو هو بقى ربنا كرمه كده واستغل بقى الموهبه اللي عنده، واستغل المدربين استغلوا الموهبه اللي عنده، هيكون له شأن كويس قوي في نادي المقاولين العرب، وهو ده المكسب اللي احنا بندور عليه. ان شاء الله كل التوفيق لنادي المقاولون العرب النادي الكيان الكبير. شكرا جزيلا كابتن سعيد الشيشين المشرف العام على الاكاديميات الخارجيه بنادي المقاولون العرب. طبعا تقدم منتخبنا الاولمبي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي وصلاح محسن، وطبعا الحمد لله ضمننا بطاقه الصعود والتاهل والنهائي، وان شاء الله باذن الله النهائي مصري خالص باذن الله. والحمد لله صعدنا كده لاولمبياد طوكيو ان شاء الله. طبعا الكابتن نبيل سلطان من المديرين الجيدين اللي بيديروا منظومه زي منظومه الاكاديميات الخارجيه لنادي المقاولون العرب احدى قلاع الرياضه بمصر. كابتن نبيل بالنسبه للاعبين زي ما اشار الكابتن سعيد الشيشيني ان في لاعبين فعلا جيدين فعلا هيوصلوا الفريق الاول، انا هيوصلوا ديت يعني لعيبه ممتازه هم عينهم معلوم فعلا. انا قلت لك في عندي لاعبين السيد يسري. تمام. ماشي. وفي لاعب تاني اسمه عبد الرحمن زكريا برضه، الاثنين دول من بلد واحده. بسم الله ما شاء الله. بلد ريف يعني قريه ناصر. لعيبه كابتن نفسي يعني حد يبص عليهم ان شاء الله كابتن باذن الله يبقى لهم مستقبل طيب ان شاء الله. ممدوح قول لي يا ممدوح كده تتمنى ايه في الفتره المقبله وتوصل لايه؟ والنادي اللي انت عايزه ايه؟ النادي اللي هو المميز ايه؟ تمام؟ النادي المميز ليا؟ انا اهلاوي اولا. ماشي.
انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي. اهلاوي ها بتقولها جامد قوي. اهلاوي ماشي يا عم اهلاوي. كلنا اهلاويه يا عم عشانك بقى. ماشي بس انا بحب الزمالك برضه. عادي كافي جوي الزمالك مش واحد الزمالك كنا الاثنين نادينا الحمد لله يعني. لكن تحب تلعب في ايه بقى، في الزمالك ولا في الاهلي؟ لو جالك الزمالك هترفض ولا هتلعب؟ لا يا كابتن عارف ازاي هتلعب، نادي كبير برضك الزمالك هلعب فيه يا كابتن. احتراف احتراف يا كابتن. طيب معانا سريعا نتائج الاسبوع، الاسبوع المباراة التي اقيمت يوم السبت الماضي بناديي المصنع الحربي ونادي مدينة نصر. طبعا الحمد لله 6 مباريات ب6 فوز، العلامة الكاملة للناديين. المصنع الحربي يفوز على الرياض البحري 1-0 بقيادة أحمد قاقة ومحمد سالم اللي هو مواليد 2005. المصنع الحربي والمنتزه مواليد 2002. المصنع يفوز 5-1 بقيادة الكابتن أحمد علي والكابتن علي عبد الرؤوف. المصنع الحربي ونادي مارية لمواليد 2001 طبعا الفوز المصنع الحربي ب3 أهداف مقابل هدف بقيادة الكابتن أحمد صهوان والكابتن عبد الكريم حجازي. المصنع الحربي والأباري فوز كبير لمواليد 2004 بقيادة الكابتن محمد فواز والكابتن محمد عادل بثلاثية نظيفة. مواليد 2003 متصدر المجموعة بقيادة الكابتن صابر محمود ما زال متربعا ومنفردا على قمة مجموعة الاسكندرية لمواليد 2003. طبعا هداف فريق مواليد 2002 اللاعب الجيد جدا وافتخروا الاسم ده اللاعب بلال محمد صلاح مواليد 2003 وبيلعب مع 2002 ولعيب جيد جدا احرز 15 هدف حتى الان ويعتبر هداف الفريق. هداف فريق مواليد 2004 علي محمد عبد العزيز بثمانية أهداف. أفضل لاعبين في هذه المرحلة محمد سامي وحمدي محمد ولطفي محمد وأحمد فرج ومحمود بركات ومحمود حسن. هداف فريق مواليد أو أحسن لاعبي مواليد 2002 قلنا بلال محمد صلاح ومحمود صابر اللي هو حمودة اللي هو زيزو لعيب جيد جدا 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 وعبد الله مرغني الدهية اتو لعيب جيد ولعيب مميز وافتخروا الاسم ده عبد الله المغني ان شاء الله باذن الله. طبعا وكذلك معاه اللاعب حسام محمد محمد ومحمد رجب رمضان الحليس لاعب مميز جدا ومهاجم خطير. صخره الدفاع اللاعب محمد صبحي والحارس احمد رجب واللاعب الجيد عبد المجيد محمد محمود ومحمد حسن ربيع. وطبعا منصاش اللاعب احمد صالح محمد لاعب النادي المصري بمطروح واحمد عبد النبي وعبد الرحمن مبروك ومحمد هاني. طبعا تشكيل الاجهزه الفنيه كابتن صابر محمود نائب رئيس القطاع ومدير اداري القطاع الكابتن المكوك الاداري النشط الكابتن جمال عبد الحليم شلبي ومدير النشاط الرياضي الكابتن محمود تركي. طبعا ديت النتائج اللي طبعا اقيمت مبارياتها يوم السبت الماضي. وطبعا نادي مدينة نصر برضو الحمد لله 3 فرق متقدمين ومتصدرين المجموعة 2005 و2002 ومواليد 2000. طبعا في نهاية هذه الفقرة كابتن عايز توجه حاجة كده سريعا كابتن نبيل؟ أنا والله أشكر كل المنظومة اللي معايا. أنت منظومة محترمة ومدربين جيدين. كلك بصراحة مش مقصر معايا في أي حاجة والله. يعني الناس توجه لها الشكر يعني خلال أكيد ده أهم حاجة عندها. ناس تعبه معايا واقفه معايا وبصراحه ما قصروش معايا في اي شيء. محترمين جدا محترمين اكيد محترمين جدا لا اسمها وناس تقيله ومدربين تقيله لا مدربين جيدين فعلا بسم الله ما شاء الله 10 10. كده قول لي كده ممدوح برضو انت عايز تدين الفضل بعد ربنا لمين تاني بقى؟ انا برضو ككابتن ادين الفضل بعد ربنا اولا قلت لك كابتن خميس كان الفضل ايه برضو كابتن مروان وبابا وماما ياض كابتن مروان ماشي يا بابا ولاد بعض ده هم طبعا هم رقم واحد رقم واحد دي عند بالنسبه لي انا لكن كابتن مروان والله هم مدربين حلوين والله يعني اذا كان الكابتن كاريكا لا مدربين جيدين زي ما قال الكابتن نبيل كابتن مروان. طبعا في ختام هذه الفقره الاخيره بحب اشكر الضيوف الكرام الكابتن نبيل سلطان المدير الفني لاكاديميه المقاولون العرب بمحافظه البحيره واللاعب ممدوح حسن الكومي لاعب مواليد 2004 بنادي المصري بمطروح. وان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 9 مساء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.